ومشاهدينا الكرام، من خالد شقير في فرنسا نبقى في أوروبا، لكن هذه المرة نتحول إلى ألمانيا. فقد أعلنت ألمانيا اليوم عن وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى مسجل حتى الآن بسبب ما وصفه مسؤولون بجائحة غير الملقحين. بلغت الإصابات نحو 200 حالة إصابة لكل 100,000 نسمة، ويعد هذا أعلى معدل إصابات على مدار 7 أيام منذ بداية الجائحة. وللمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من برلين عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. عربي، بعد التحية، جائحة غير الملقحين، إذن ما الإجراءات التي ستتخذ حتى يتم تقليل أعداد غير الملقحين، حتى أيضا هذه الجائحة تبدأ في الانقشاع؟ الحقيقة سواء في جوار المانيا دوله النمسا، النمسا خدت خلال الفتره الماضيه قرار يطالب به الان عدد كبير جدا من اعضاء البرلمان الالماني المنتصاب، وهو تطبيق قاعده ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى اي مطاعم والمسارح ودور السينما، ويفكرون ايضا في متاجر التجزئه لاي شخص لم يتم تطعيمه او لم يصاب وخاف فيروس كورونا ولديه اجسام مناعيه. هي هم بيفكروا في النقطه دي دلوقتي، ولكن حزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي حتى هذه اللحظه رافضين هذا القرار تماما، ولكن تركوا هذا الامر للولايات الالمانيه 16 ورؤساء وزراء الولايات بشكل منفرد. وقالت الثلاث تحديات التي تشكل الحكومه الالمانيه الان الجديده خلال الشهر المقبل انه لن يكون هناك لوك داون واغلاق عام في المانيا في المستقبل النهائي، واكثر من ذلك في 25 من نوفمبر الجاري سيتم انهاء الحاله الوبائيه في المانيا على الرغم من ارتفاع الاصابات، يعني مما ادى يعني وزراء في حكومه تسيير الاعمال الموجوده دلوقتي على سبيل المثال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الموجود في حكومه تسيير الاعمال وهو ايضا من حزب التسيير الالماني انجيلا ميركل، قال كيف سيتم انهاء الوضع الوبائي وتقرر ثلاث الاحزاب هذا الامر في 25. وهذا كان السؤال التالي بالفعل، على اي اساس من الممكن ان تعود الحياه الى طبيعتها في ظل ان ايضا هناك تصريحات ان الحالات في ازدياد؟ بالتاكيد يعني هم الثلاثه احزاب داخل البرلمان وحتى خلال جلساتهم الخاصه دلوقتي بيقولوا ان الان في المانيا تم تطعيم تقريبا 68% من الالمان، وداخلين على 3 مليون تقريبا هنا في المانيا اللي خدوا الجرعه الثالثه الجرعه المعززه، ولكن رغم ذلك 67% حسب الحكومه تسهيل الاعمال بجهاز المستشار الالماني انجيلا ميركل خلال الفتره الماضيه منذ العام الماضي وظهور الفيروس اكدوا ان لتحقيق المناعه الجماعيه مناعه القطيع وهو الامر الموجود في العالم كله حتى في مستوى الصحه العالميه يجب ان يتخطى النسبه 85% الى حتى 85%، لكن على هذا الاساس يعني خلال شهر نوفمبر الجاري لحد 25 نوفمبر الجاري لن تستطيع المانيا تطعيم 85%، اذا وصلوا خلال 25 نوفمبر 69% هيكون امر جيد، لذلك لا احد يفهم هنا في المانيا خاصه السلطات الصحيه وخبراء الصحه كيف تريد الثلاث احزاب انهاء الوضع الوبائي في المانيا وترك الامر للولايات الالمانيه بشكل منفرد، لان هناك يعني موظفين المانيا يعملون في ولايه يعني يعيشون في ولايه برلين ويعملون في براندنبورغ الولايه المجاوره على بعد 20 كيلو على سكه المثال، اذا تم فرض حاله هنا في اللوك داون على سبيل المثال واغلاق عام في برلين وفي ولايه براندنبورغ لم يتم هذا الامر، يعني الفيروس العدوى ستنتقل من هذه الولايه وهذه الولايه لانها مستحيل الولايات مفتوحه على بعضها البعض. لذلك هذا كبير جدا بيطالب يعني قرار جماعي. كان من المفترض ان تكون هناك قمه على مستوى رؤساء وزراء الولايات، ولكن عدد من رؤساء الوزارات رفضوا هذا الامر وقالوا سنتخذ قراراتنا بناء على الوضع الوبائي في كل ولايه. الحقيقه الامر يعني حاله من الاضطراب موجوده دلوقتي في المانيا بسبب الرئيس فيها
ان في حكومه تسيير اعمال بقياده المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، يعني لا تطلع يعني هي غير قادره على اتخاذ اي اجراءات جديده، وفي حكومه بتتشكل جديده دلوقتي المفروض يتم الاعلان عليها نهايه هذا الشهر او بدايه ديسمبر المقبل. وطالبت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل وحكومه تسيير الاعمال الثلاث احزاب طلبوا بعدم اتخاذ اي قرارات جديده خاصه بفيروس كورونا لانكم حكومه تسيير اعمال فقط وعلينا نحن ان نقرر ذلك. المعلومات لا. التي خرجت ان ثلاث احزاب يضعون خطه جديده، يعني من وجهه نظري الفحوصات في المانيا كانت فحوصات مجانيه، ومنذ الشهر الماضي اصبحت الفحوصات الانتيجين في الشوارع هنا في المانيا كان مجاني، واصبح الان مقابل يعني 20 يورو الى 30 يورو حتى يضغطون على الاشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حصولا على هذا اللقاح. الثلاث احزاب ترى الان بضروره عوده الفحوصات المجانيه في الشوارع في المانيا بشكل مجاني، وايضا يتم اختبار كل العاملين في مجال في المستشفيات والعيادات وما الى ذلك حتى لو كانوا مطعمين ضد فيروس كورونا. اي شخص يعمل في مستشفى او عياده طبيه ودول مسنين في المانيا وحضانه وربما مدارس في المستقبل حتى لو كان مطعم بفيروس كورونا عليه ان يجري فحصا مرتين اسبوعيا، يعني دي خطه جديده نعم. هم بيفكرون يحطوها، ولكن اتقاء لشر فكره ان يكون ربما حامل المرض، يعني حامل المرض، لان يعني القاده الطبيه بتقول ان الطعام ممكن يصاب ولكن الاعراض الجانبيه للفيروس تكون خفيفه مش قويه زي غير المطعم، ولكن على الرغم من كل هذه الخطط يعني دعاء كل هذه الخطط خبراء الصحه هنا على راسهم ناس كثير جدا في البرلمان الالماني البوندستاج، يعني الوضع هنا في المانيا اصبح مضطرب ومختلف عليه بشكل كبير جدا جدا بسبب الفكره اللي قلتها حكومه تسيير اعمال وحكومه قادمه الشهر المقبل، يعني في حاله من اختلاف وجهات النظر بينهم. نعم، من برلين عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز في المانيا، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات.